اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الكل خلاص عايش الاجواء الشتويه والشتاء بتعلن عن نفسها رسمي، والنهارده شفنا بقى شويه امطار كده وبدايه حقيقيه لفصل الشتاء، وفي موجه من الطقس البارد اعتقد كل الناس حاسه بيها، وكمان يعني متوقع بقى اضطراب يعني في الاحوال الجويه، محافظات يمكن فيها شوية أمطار، في محافظات هيكون فيها كمان رياح. هنعرف كل التفاصيل أكتر وإيه أخبار الجو الأسبوع اللي جاي. معانا دلوقتي على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقولي لنا كده الجو أخباره إيه الأسبوع الجاي؟ إحنا خلاص يعني ابتدينا نحس بالصقيع، والنهاردة كان مطر، فلو تقولي لنا أخبار الجو الأسبوع اللي جاي. بالفعل يمكن احنا من الامس واحنا بنشهد سقوط الامطار متفاوت الشده على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، واستمر اليوم على مدار اليوم على فترات متقطعه، لان احنا بنتاثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، مع وجود ايضا منخفض على سطح البحر المتوسط، مع كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا منخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان تكسر السحب المنخفضة والمتوسطة بيحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار ويخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة. طيب دكتور منار، ده مستمر لحد إمتى؟ هيأثر علينا لحد إمتى؟ انخفاض درجات الحرارة ده هيكمل معانا على مدار الأسبوع القادم كله إن شاء الله. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 19 و 20 درجة مئوية فترة النهار، فترات الليل ما بين 13 وال 15 درجة مئوية، يعني هنحس بالطقس فترة النهار، طقس شتوي لطيف لطيف فترة النهار، فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء هتكون أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. طب وتوقعاتنا للأمطار إيه الأسبوع اللي جاي يا دكتور؟ سقوط الامطار هيكمل معانا ان شاء الله 48 ساعه القادمه، يمكن يكمل معانا اليوم الاثنين اللي جاي. غدا السبت ان شاء الله سقوط الامطار هيكون متوسط على محافظات السواحل الشماليه، دي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، خفيفه المتوسطه على بعض المناطق من سيناء، خليج السويس، بعض المناطق كمان من مدن القناه. مع يوم الحد الامطار هتتقدم وهتكون في المناطق الداخليه، يعني هتوصل لمحافظات جنوب الوجه البحري وقد تصل للقاهره الكبرى، امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، يعني مجمل الامطار خفيف لمتوسط، بعض المناطق ممكن تشهد امطار خفيفه، بعض المناطق الاخرى ممكن تكون فيها الامطار متوسطه، لكن هي امطار متفاوته الشده هتوصل للقاهره الكبرى وشمال الصعيد. مع يوم الاثنين هتنحصر في المناطق الشماليه السواحل الشماليه، وان شاء الله هتتلاشى تدريجيا مع يوم الثلاثاء القادم باذن الله. طيب اخبار الشبوره ايه يا دكتور، عشان الناس برضو اللي بتنزل الصبح بدري قوي؟ يعني الشبوره المائيه خلال ال 72 ساعه القادمه اليوم الاثنين اللي جاي، الشبوره المائيه مش هيبقى لها تاثير بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، لان احنا وجود المنخفض الجوي مش هيساعد على تكون الشبوره المائيه، مع وجود نشاط نسبي للرياح هيساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره ومش هيساعد على تكون الشبوره المائيه. مع يوم الثلاث هتعود ثاني الظاهره الجويه المؤثره الشبوره المائيه، ناخد بالنا ان في فصل الشتاء الشبوره المائيه بتكون كثيفه بشكل كبير وممكن تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، عشان كده احنا دايما بنقول لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، نعرف كثافه الشبوره المائيه عامله ازاي عشان نبدا ناخد الاحتياطات والتدابير اللازمه واحنا نازلين مشاورنا في الصباح الباكر او حتى واحنا راجعين في الساعات المتاخره من الليل. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.